مرحبا بك، تقدمنا روحك. عماد الحمروني، كاتب عام نقابة تفتيش نقيب عن النفط. سعيد، الإشكالية اليوم شنو بالضبط بتاع المجموعة هذه؟ ولو تفهمنا الجانب القانوني بتاعكم أنتم كمجموعات تخدم في قطاع الحفر والتقليد. احنا جرات العادة أي شركة أجنبية تجي باش تقوم بعملية تنقيب عن النفط نبعث مراسلات، ثم اللي جينا على طوايا وثم اللي تصير جلسة في تتبناها الولاية. هذا مقضي من زمان، عندنا النقابة بتاعنا عمرها 45 سنة. ونعطيه الاختصاصات توانسه، متوفر الاختصاصات. من شهر فبراير سمعنا في شركه اسمها كاسيا هذه المانيه داخله باش تحفر في بيرالي. في بيرالي الكاسيا هذه كانت متواجده في قطر الليبي وكنا نخدموا فيها التوانسه، وعندي الكونتراتوات والعقود تاع العمل، معناها كل شيء نحكي فيه راهو بالعقود. بعثنا مراسلات باش نتجنبوا الوقفات الاحتجاجيه ولا كذا، باش يصير الخدمه تصير في احسن، خاطر الناس نخدموا عمال موسميين يسموه، يعني النهار بحسابه. عملنا مراسلات وكلمت حتى اتصلت بالجزير المسؤول عن الحفاره هذه وتفهمنا كل شيء. عملنا طلبنا بتشغيلها، الناس كل توا ولات تتنصت من المسؤولين. اللي تعب قبل ما تبدا الاشغال خرجت منشور الطالب فيه معناتها بتنسيق مع السلطه الجهويه والمحليه في بيرالي والمجتمع المدني والناس المداخله في عمليه الحفر باش تمشي العمليه بسلاسه. لأنه ما استثناونا احنا. اليوم نوفوا أكثر ونكمل قدام شوية. معناها اليوم الشركة جات من الجزائر هكا. من الجزائر ألمانية مقيمة في الجزائر باش تحفر في بير علي. وجات العادة والقانون أنه يلزموا ياخذوا الاختصاصات. اختصاصاتكم. ثم جرات العادة وثم فصل قانوني 258 ينص على أولوية تشغيل الدعم التونسية حسب اختصاص متوفر في البلاد. لكن الناس هذه ما عملش به، جاب الطاقم كامل جايبوا جزيري. طاقم الكل جزيري. الكل جزيري، احنا نخدموا عمال موسميين. انا شو ذنبي؟ انا ما علاش تحركت شامس ولا ولامس؟ ما ثماش خدمه. لكن اليوم كي ثم خدمه نتحرك. اخر وقفه احتجاجيه عملتها في الليتاب اللي متواجده في شارع مجدوليه في ساقس. وجاتني المعتمده بتاع الولايه. حكيت انا وياها كل شيء، قالت لي طول نبلغ صوتك الليتاب. قلت لها راني عملت جلسه في الليتاب. واعطوني الحق لي انا، لكن الناس مضروبه على يديها. اللي فهمته انا الناس مضروبه على يديها. ما نحبش ندخل في امور سياسيه، لكن وكانه الحكم الفرد الواحد. الا دخلت عملت جلسه انا مع المعتمد الاول اللي هو الولايه، اعطاني الحق، ولكن كيف من بعد نصر. المعتمده هذه اخر مره قعدت انا في المقر نتاع الليتاب قلت لك نهار الاربعاء اللي فاتت، قالت عندي جلسه في تونس، دوما نروح نجاوب، واذا بها نكلموا فيها انا ولك كاتب العام والعظمى التنفيذي سي فاخر العباس، ما بقاش تجاوبنا. شنو الحل؟ معناها انا كان اعتصمنا نولي نعمل في المشاكل وكل شيء، وكان نسكت انا حقي ماشي ذي. نحبوا للعلم راهي صفاقس القلب النابض نتاع البترول. راهو الشركات المداخله في عمليه التنقيب كيما وذفورد كيما شلامبرجي راهو موجودين في صفاقس على بعد كيلومتر واحد من مقر الاتحاد عبد الشوق. ونزيدك زياده راهو عندنا في تركابس عندنا البازات الكبار نتاع الشركات هذوما نتاع الجزائر. الماتريال بتاعها كله في تونس، بتاع شلامبرجي، بتاع واذرفورد، كيف، بتاع الجزائر كله موجود في تونس، بتاع ليبيا كله موجود في تونس، هنا في صفاقس بالتحديد. اليوم راني ماني ساكت. انا قاعد. انتم طالبين انكم تشتغلوا في الحفر هذه. نحبوا هذا خدمتنا، هذا مورد رزقنا، ورزق صغرنا. انا اليوم قاعد. قداش الدون توا الشركه اللي حابه لها حفر توا؟ هي يعملوا قالوا معناتها المده ممكن ثلاثة شهور ممكن ازيد، خاطر تصير ثم تصير بيرت في اللوطه، تصير برشا حاجات ما يعرفوش تران جديد. ما يعرفوهاش ممكن تقعد حتى تشوف العمليه. سيمات قداش تاخذ البلاتفورم؟ البلاتفورم العادي جرات به اخر شركه اللي اش بي خدمنا بها في الصحراء، احنا ونخيم متطوعين كل شركه تهز 40 خدام. 40 خدام. وبالنسبه للبحر تهز 70 خدام، عندنا احنا رانا ناس متمرسه. فانا الانسان قدامك سلسله ابتدائيه رانا نحكي بالانجليزيه. حتى وقعنا في اشكال انا والجزيري حكينا، قال لي راهو الشركه الستاف نتاعها فيه الالمان. قلت صحيح احنا ما نحكيوش بالالمان، نعملوا واحد ترونزليتر. احنا جات عاد مثلا نخدموا مع الامريكا مش كنا نحكيو بالانجليزيه، ايش نعملوا؟ نجيو في كل بوصله ناخذ واحد من خريج الجامعات هو يلصق بين التوانسه وبين الانجليزي يسمى ترونزليتر. قلت يا سيدي اذا كان ما كانش ترونزليتر احنا في كل بوصله باش نخدموا في عوض التوانسه الكل، نعملوا زوج ثلاثه توانسه وواحد يزيد في السوندا اللي يخدموا في السيرفاس نوطا نسميه منافيه، نعملوا ثلاثه توانسه وواحد يزيد يخليهم ما نقولوش برا باش يروح الزيري بما يحكي لالمانيا. وهكا نتفادوا المشاكل. اليوم راني قاعد نلوج على الحل بالطرق السلميه، قاعد نتجه للميديا، قاعد نتجه للخيا الصحفيين كما سيادتك. وراني ما زلت
على اتصال برشا قنوات. في وقفه احتجاجيه اولى عملتوا تو تساعدوا عندكم وقفات احتجاجيه. مازال انا قاعد نتجه للاعلام ان شاء الله باش ننور الراي العام، وثماشي من المسؤولين الكبار يسمعونا، لكن راهو الصبر حدود. العمليه التشغيل الفراش بدات نهار الخميس اللي فات. بداوا الفراش. الجزيريه قاعده تخدم. منابريه اختصاصاتنا، انا نحكي مع اختصاصي، انا سوق الجريد وسوق الفوركليفت وعنده زملاء كيف كيف، فلورمان ورا الصباوط، هذوما مو تكنيك بتاع الخدمه بتاعنا. راني قاعدين نتجه من الامور سلميه. انا ما نحبش ندخل في امور سياسيه، انا من كنت منارسين قيس سعيد حتى لو خليني يعرفوني، لكن بديت نشك انه توا ولات حكم الفرد الواحد. لانه قبل كنا نبعثوا للسلطات الجهويه متفقد، ولا نبعثوا للمعتمد ما يعمل حتى شيء، يراسل اللي يجيب لنا المعلم الامر المسؤول على الشركه ويجيب لنا الشيخ المتفقد ونحكيه بالقانون. احنا ماش نحكيه بالقانون يا اخي، عندنا ما نجبدوا لا على فايلق مثل عندنا حتى حد عندنا القانون بيناتنا. خلال الوقفه الاحتجاجيه اللي عملتوها قدام ليتاب، انا شكون شنو رده الفعل تاعهم وباش جاوبوكم؟ جاوبوني مشاو جابوا لي المعتمد تاع الشؤون الاجتماعيه. جابوها وحكيت معاه، قلت راني سهراني مده شهرين قعدت معك. قالت لي لا تو اليوم انا مش نمشي نعمل جلسه في 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 ليتاب في تونس، وان شاء الله كان ثمك الخير. قلت لها مدام على خاطرك انت وعندي في ثقه، انا مروحي ان شاء الله تكلمنا دوب ما تروح، راني مش نخدم. انا ما نحبش حتى ندخل في امور خصوصيات، انا انسان راني محبوب نفقه. فهمت؟ انا نقول سيد القاضي راني مش مترسم، راني نخدم عامل موسمي هو حكم عليه 76 دينار. ها هو اكبر دليل، كان جيت انا مترسم راني ما نطالبش تشغيل اليوم. انا منين نجيب؟ انا مش داخل حبس نقول لك، نحكي على حالتي ونحكي على اصحابي كيف كيف. وبخلاف الامور الاجتماعيه وكل شيء الحمد لله ربي، لكن راهو حقي في التشغيل، راني ما زلت نصعد. قبل نبعثوا انا قلت لها الشيخ المتفقده المعتمده ما شرط عليها شيء، قلت لها انا ما اعطيك حاجه اقوى منك، ولو انك دورك انت باش تلقى لي فرصه باش نخدم. انا جبتك الفرص بتاعنا في طبق، وقلت لك هاو كل شيء يا سيدي، انا ما طالب منك حتى شيء، عملنا جلسه جيب لي الجزيري هاو نعطيك رقمه، نعطيك فاكس وجيبه لي ونجيب المتفقد ونحكي انا وياه. لكن انا نجمت نجيب حقي، نجمت ما نجمتش يخدم ربي عينه، وكل شيء في نظام القانون. اليوم كما سبق وقلت لك انا قاعد متوجه للاعلام ونتوجه، انا ما زلت برشا اعلاميين طالبيني، ولكن راهو الصبر حدود، راهو عندنا طرق اخرى، راهو يقفلوا لنا الدستور،